السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الفطيرة ديال الخضار والكفتة اللي مصوبة بعجينة ديال 10 دقائق. ديجا حطيتها في القناة، بالنسبة للناس اللي ما شافوهاش غنخلي لكم الرابط ديالها في قناة الوصف. فطيرة اللي كتجي غزالة كتجي لذيذة بزاف. كنتمنى ان الفكرة ديالو ما تعجبكم، وكيف ديما ما تنساوش تشاركوا في القناة ديالي ودعموني بلي لايك. شكرا للناس اللي عاد التحقوا بالقناة والناس اللي عندي ديجا، ومرحبا بالجميع. في المقادير عندي واحد الكمية ديال الكفتة اللي يمكن لها تعوض بلاداند او لا طون او لا تقطعة ديال الدجاج، بصلة كبيرة، قزبور معدنوس، واحد شوية الزيتون، خزوية واحدة محكوكة، وكورجات واحدة محكوكة، واحد شوية ديال الفلفلة. هنا تقريبا عندي واحد زليفه صغيره مقطعه صغيره حمراء وخضراء، وشويه ديال الخرقوم، ملح والبزار، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر. هنا في مقله كندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، غادي نزيد عليه البصله ونخليها تنزل، نرجع نضيف الفلفل الوان ونقليه ونخليه حتى هو ينزل مع البصله. هنا بعد ما طابوا غادي نزيد ديك الكفته، نخليها حتى نحس بها طابت، ونزيد الخضره اللي باقيه ليا، حيتو واحد الحيده محكوكه في الحكاكه رقيقه، واحد الكورجيت، شويه الزيتون، قزبر ومعدنوس، هنا البزار الملحه تحميره، شويه ديال الخرقوم والزعتر. هاد الاضافات تتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي بغا. نزيد واحد شويه ديال الهريسه. انا ديما هاد الحشوه هادي كنزيد فيها مطيشه ديال الحك، انا ما كنتش متوفر عندي ما درتهاش. صافي غادي نطلق العجينه اللي مطاوعه وزوينه بزاف، يعني كطاوع في اليد ما كتلصق ما حتى شي حاجه، وكما قلت لكم في الفيديو ديالها راه كتصلح لجميع الفطائر، بيتزا اي حاجه، وكتجي غزاله. غادي نطلقها، غادي نديرها فوق ورق الفرن في الصينيه ديال الفران. وغادي نبدا نعمر فيها، نقدها مزيان، وغنطلق واحده اخرى اللي غادي نديرها من الفوق باش تجي الحشوة في الوسط. وعجينة من الفوق وعجينة من التحت. نستعنوا بشوية ديال الدقيق، مرة الا شفنا المدلك تيلصق في العجينة ولا شي حاجة، واخا هي الصراحة ما هي زوينة، يعني ما تلصقاتش ليا بزاف في يديا ولا في سطح العمل. كندير شوية ديال الجبن، كما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي متوفر عنده اللي موجود. غادي صوبت الحشوه في الوسط، غنزيد شويه ديال الفرماج محكوك، وغادي نرجع نغطي بالقطعه الاخرى ديال العجينه اللي كنت طلقت، وغادي نبقى نقادها من الجناب باش نسدها. انا كنقطع الزوائد اللي شفت شي حاجه زايده عندي، حيت كانت عندي العجينه كبيره بزاف،
كنجيب واحد اصفر بيضه اللي مخلطه بشويه ديال الخل وشويه ديال الزعتر محكوك، وغادي نطربها وغادي ندهن بها الوجه ديال الفطيره صافي، وغادي نخليها تخمر، ضروري نخليها تخمر. تنشوفوا بان الحجم شويه بدا كيتضاعف، تقريبا واحد 15 دقيقه 20 دقيقه دخلها الفران طيب. وهذه هي الفطيره ديالنا بعد ما طابت. كنتمنى ان الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم وتجربوها بنفس العجينه، مقادير كما قلت لكم كتختلف وكل واحد يدير اللي بغا. وكنشكركم بزاف بزاف.